السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ انا احمد شيتو. حاجة جميلة جدا يا جماعة، لو انت في حاجة بتحلم بيها بقالك فترة، سنتين مثلا او يمكن اكتر من سنتين كمان، كان في منتج معين او حاجة انا كنت بحلم بيها وكان نفسي اجيبها قوي، بس كان دايما بتقابلني مشكلتين. اول مشكلة الفلوس، المنتج ثمنه غالي فعلا، والمشكلة التانية ان المنتج مش موجود في مصر اصلا، يعني ام الدنيا المنتج العادة مش موجود فيها. بعد ما يعني ما بيعدي يعني بعد يعني بتعدي كده سنين وفي الاخر خلاص تجيب الحلم اللي انت كنت بتحلم بيه ده، او تحقق الحاجة اللي انت كنت عايز تحققها، فبصراحة بيبقى شعور جميل جدا وحاجة حلوة جدا. عشان كده عايزكم ترحبوا معايا بالمنتج اللي معايا النهاردة، وهو سماعات من شركة ريزر اسمها ريزر نومو كروما. كروما دي عشان هي فيها ار جي بي وكده، يعني احنا هنعمل لها انبوكسنج طبعا، وهوريكم طبعا بعد ما هنوصلها بالكمبيوتر واسمعكم صوتها وكل حاجة عنها، يعني وجبتها بقى منين وجبتها بكام وكل ده واكتر في حياتي النهاردة. بس انت اكيد لو مهتم ما تبخلش عليا باللايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناة انت اول ما تشوفني، وفعل زر الجرس، ويلا بينا على الانبوكسنج يا شباب. طب يا جماعه، رجعنا طول بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه، او بمعنى صح في الانبوكسنج. هنيجي كده نجيب العصفور الزيت بتاعتنا، تمام، ونفتح اللزقه، تمام كده. طيب هو المفروض المنتج ده بيفتح من الجنب يعني، فهنفتح كده، قول بسم الله الرحمن الرحيم. في هنا بيجي معاه دي كده، هنا كرتونه اللي جواها، ده بيجي هنا كده، ده زي كتالوج بيجي معاه، وفي هنا ده اللي هو الكابل الاي او اكس اهوت، ودي بتيجي هنا عشان تركب فيه الشاحن بتاعه. المفروض بتركب دي، بتركب هنا في الشاحن بتاعه هنا كده، تمام. ده كده كانت الكرتون الاولانيه. معلش يا جماعه لو الفيو بتاع التصوير بقى، انا اول مره اجربه بصراحه، ماشي. طيب بعد كده بنيجي هنا معانا السماعه الاولى، تيجي معانا هنا كده، نحطها قدامنا على المكتب، وادي السماعة التانية، تمام كده. خلاص الكرتونة بقت فاضية، ده شكل الكرتونة طبعا. طيب دي كده السماعة اللي هي الشمال او الفرعية، بتيجي نشيل الغطا بتاعها كده، وادي الايه حاجات اللي بنحب نقعد نفرقعها ديت. طبعا هي ليها مكان بس مدخل من ورا هنا كده، طبعا ده اللي احنا بنوصله فيه السماعة الرئيسية، بتوصله بيه هنا عشان ايه تربط السماعتين ببعض، يعني مفيش فيها مدخل تاني. وطبعا من تحت هنا كده في ار جي بي زي ما هنشوف بعد كده في الفيديو يعني، تمام. والسماعه الرئيسيه نفس الوضع ايت، بيجي معاها هنا في هنا كابلين، طبعا الكابل هنا ده هنا اللي هو بتاع اليو اس بي، ده اللي هو المسؤول على الار جي بي، تمام. وده طبعا ده اللي هو الكابل التاني اللي بيخش في السماعه من ورا، تمام كده. وفي عندي هنا من ورا في تلات مداخل، في المدخل في النص ده اللي هو بتاع الباور عشان يديها طاقه يعني للسماعه، وفي هنا الاو اكس اللي هو الكابل اللي بيجي بتوصله هنا، وكده بتوصله في البي سي عندك مثلا، تمام. وده هيدفون لو انت عايز توصل سماعه ودن مثلا او حاجه تحطها في ودنك على طول. ولو بصينا من تحت من هنا كده هنلاقي هنا في زرارين، في زرار هنا بتاع الفوليوم ده المسؤول عن الصوت، تعليه وتوطيه الصوت، وفي زرار تاني هنا مسؤول عن البيز اللي هو يا جماعه الضم اللي بيبقى موجود في الاغنيه يعني. ده كده كان الانبوكسنج اللي معانا، ده شكل السماعات اهي جنب بعض كده، ماشي. فخلونا كده نوصل بقى الهرجله دي كلها والحاجات دي كلها كده، نوصلها بالبي سي ونرجع لكم تاني. طب يا جماعه، ورجعنا على طول اهو بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب مبدئيا كده بس يا جماعه، اي منتج من منتجات ريزر انت بمجرد ان انت بتوصلها بالبي سي عندك، هو بيبدا على طول تلقائي يتعرف بيها ويبدا ينزل لك. لو انت اول مره تركب حاجه من منتجات ريزر، هو بيبدا ينزل لك البرنامج المسؤول عن تشغيل او السوفت وير الخاص بشركه ريزر. يعني انا كده كده عندي اصلا ماوس من شركه ريزر يعني، فالبرنامج ده اوريدي موجود عندي. فلما وصلت السماعات لاول مره، بعد ما وصلت كل حاجه، عشان برضو دي معلومه تبقوا انتوا عارفينها يعني، السماعات مش شغاله خالص، ولا حتى بتقيد ار جي بي ولا اي حاجه خالص. فعشان تشغلها بعد ما توصل كل حاجه، لازم الزرار بتاع الفوليوم ده، تمام، اللي انا بعلي وبوط منه حالا ده كده، لازم تضغط عليه ضغطه لتحت. لما بتضغط ضغطه لتحت كده السماعات بتشتغل معاك، ويبتدي الجهاز يتعرف على السماعات، تمام كده. دي بس كانت نقطة حابب أقولها. طيب أنا مجرد ما خلاص الجهاز اتعرف على السماعات، هاجي هنا أفتح البرنامج المسؤول بشركة ريزر. لو ناخد بالنا هنا أهو في الديسكتوب ده اللي هو الماوس بتاعي يعني، ودي السماعات. طيب إحنا لو جينا بره هنا كده على الداشبورد، يعني لو جينا هنا كده الداشبورد، أنا الحاجات اللي موجودة عندي زي ما قلت لكم هو الماوس ودي السماعات. هنخش عليها من هنا كده،
طيب عندك اول حاجتين هنا، في الساوند وفي اللايتنج. خلينا في الساوند الاول. الساوند ده هنا كده اللي هو مستوى صوت السماعات، حاليا ده 50 يعني دي درجه صوت السماعات وكده. في هنا ده الاكلايزر بتاع السماعات، عايز الصوت يبقى ديفولت اللي هو الصوت الافتراضي بتاعها، ولا مثلا لو انت بتلعب لعبه مثلا اختار ده، او لو انت مشغل اغاني او حاجه او بتتفرج على فيلم. فدي كلها حاجات انا بالنسبه لي الديفولت يعني افضلهم بالنسبه لي. طيب وطبعا هنا بيقول لك ان هنا الزر الشمال ده اللي هو بتاع البيز تمام، واليمين ده بتاع الفوليوم. طيب ده كده عامل شيتو كان بالنسبه لي الصوت. طب بالنسبه لللايتنج او الالوان بتاع الار جي بي، لو جينا فوق هنا كده على اللايتنج دي ضغطنا عليها هنا كده، ناخد بالنا هنا كده في البرايتنس، شايفين انا كل ما بقلل يعني مثلا ما قللتها عادي خالص اهوت، ادي البرايتنس كده اتطفى كله خالص. ازود شويه ادي البرايتنس ايه عمال ايه يزيد، كل ما ازود عمال يزيد. فطبعا انا هخليه اعلى حاجه. طبعا السماعات دي يا جماعه في منها نسخه تانية بالظبط بس من غير ار جي بي، نسخه ارخص شويه ما فيش فيها ار جي بي. انا طبعا عاشق الار جي بي فلازم اجيب فيها الار جي بي طبعا يعني. تمام. طيب وهنا الاختيار ده بيقول لك ان اللي هو يعني اطفي الاضاءه بتاع الار جي بي تطفي لما الشاشه تطفي. لو انا فرضا عامل سكرين سيفر للشاشه او حاجه وطفيتها، فالار جي بي بتاع السماعات يطفي. طيب بنيجي هنا بقى، هنا مثلا في كذا لون او في كذا حاجه، في مثلا اوديو ميتر ده كده لو ضغطنا عليها ده هنا كده بيقيس لك يعني الالوان بتاعته بتبقى على حسب الفوليوم. بصوا يا جماعه كده كل ما اجي اعلي في الصوت مثلا اوطيه هنلاقي الاضاءه بتختلف على حسب مستوى الصوت. في مثلا هنا في اللي هو بريزنج اللي هو النور زي ما احنا شايفين كده اللي هو يقيد ويطفي. في بقى كده جدا هو يعني في مثلا سباتك ده حلو تمام ده جميل برضك، وفي الويف ده جميل تمام. الويف ده برضك بيديك كده اشكال ار جي بي زي ما احنا شايفين كده. في بقى كمان لو انت عايز اكتر من كده كمان ممكن تخش على ادفانسد افكتس ديت، وتخش هنا كده على كروما ستوديو. كل بقى دي حاجات انت ممكن تلعب فيها بقى وتغير فيها والكلام ده كله وتعمل اللي انت عايزه. عيش يا معلم. على فكره يا جماعه في معلومه برضك حابب اقولها لكم، الكابل اليو اس بي اللي هو جاي مع السماعه انا كنت بفكره ان هو بتاع او المسؤول عن الار جي بي في السماعه. بصوا هو او لا يعني هو مسؤول ومش مسؤول، بمعنى انا لما جربت كده اشيل الكابل اليو اس بي من الكمبيوتر لقيت الالوان الار جي بي شغاله عادي جدا في السماعه. طب امال يا جماعه الكابل اليو اس بي ده لازمته ايه؟ لما يعني جربت اركبه تاني اتضح لي ان هو بيقوي الصوت السماعات، بيخلي صوت السماعات اعلى وافضل، وبيديك يعني كاستمايز اكتر في اللايتنج بتاع الار جي بي. يعني اليو اس بي بتاع اللي جاي مع السماعه ده بيساعدك في الاثنين، ان هو بيظبط لك او بيديك كاستمايز اكتر للالوان بتاع الار جي بي بتاع السماعه، وفي نفس الوقت بيظبط لك الصوت اكتر بتاع السماعه. دي كده مثلا كانت ايه حاجات الوان انت ممكن تغيرها يعني في الار جي بي وكده. في حاجه تانية اخيره ممكن تعملها برضو، لو جيت هنا كده وتقول له والله انيبل تمام، دي كده خلاص هنا لو شغلنا حاجه هتلاقي الموسيقى بترقص. طبعا انا هشغل لكم حاجه دلوقتي عشان اسمعكم الصوت، بس برضو حابب اقول لكم نقطه يا جماعه، الصوت بيرجع لجودة المايك اللي عندي وبيرجع لجودة السماعات اللي انتوا بتسمعوا منه. يعني عشان تبقوا فاهمين ان السماعات صوتها كده كده انت يعني انا بحاول اقرب لك على قد ما اقدر صوتها في الواقع عامل ازاي، انما طبعا مهما سمعتها هو غير صوتها في الواقع لما تسمعه حقيقي. بترجع طبعا لصوت السماعات اللي بتسمع منها، ممكن تكون بتسمعني من تليفون السماعات بتاعته مثلا مش قويه او حاجه، او انا ممكن يكون المايك بتاعي مش افضل مايك في الدنيا عشان ينقل لك تجربه الصوت بشكل كويس. طيب انا اخيرا دلوقتي او حاجه قبل الاخيره يعني انا هحاول اسمعكم الصوت. هحاول بقى نجيب المايك كده مثلا ونشوف حاجه ايه مش على كوبي رايت. بصراحة يا جماعة الصوت تحفة، الصوت تحفة يعني ما بقول لكم ازاي ما تجربوه في الحقيقة. طيب اخيرا بقى يعني اهم حاجة انا شايف ممكن موجودة في الفيديو ديت، السماعات دي يا جماعة مش موجودة في مصر للاسف. انا بصراحه كنت بحلم جدا بالسماعات دي، وخصوصا السماعات دي مش رخيصه، السماعات دي غاليه. انا طب انا جبتها منين وجبتها بكام وكده؟ انا جبتها يا جماعه من لو قلنا كده امازون انجلترا يا جماعه، جبتها من هناك. لو قلنا له كده هنا ريزر نومو فين اهي يا جماعه، انا جايبها ب 122 استرليني، هي دلوقتي عامله 118 بس هي يعني بتبقى بقى حسب العروض يعني انت هي سعرها الاصلي المفروض 140 او 139 استرليني بالظبط، فانت بقى على حسب العرض اللي بينزل وكده. فانا جبتها تقريبا كانت ب 122 استرليني، ف 122 استرليني يعني وقفت عليها بكام؟ 122 في 38 مثلا يعني بتاع سكه 4600 جنيه تقريبا يعني. انا كان ليا احد الاقارب ليا يعني في انجلترا فجابها لي وهو نازل،
فبصراحه يا جماعه السماعه دي كانت حلم بالنسبه لي يمكن من اكتر من سنتين، كان نفسي جدا في السماعات دي بالرغم ان هي مش افضل سماعات موجوده في الدنيا، ويمكن بالمبلغ ده انا كنت ممكن اجيب سماعات يعني افخم من كده كمان، او المبلغ اقل من كده ممكن كنت ممكن اجيب سماعات برضو كانت تديني صوت حلو وكل حاجه، بس هي الفكره ان انا ما كنتش عايز حاجه افضل ولا حاجه افخم ولا حاجه، الكلام ده كله انا كنت عايز السماعات دي بالذات، انا عايز دي يعني هي حلمي من زمان. وانا حتى لما جيت عملت المكتب بتاعي كنت عامل حسابي في السماعات ديت، المكتب يمكن انا عامله من سنتين كمان، كنت انا عامل حسابي ان انا هجيب السماعات دي في يوم من الايام واحطها زي ما شايفين كده في اليمين وفي الشمال، فكانت دي بصراحه حلم بالنسبه لي، وخصوصا كمان انها من شركه ريزر اللي انا بصراحه بشبهها زي مثلا ايه زي شركه مرسيدس كده في العربيات، فبحس ان ريزر دي المرسيدس بتاع البي سي، يعني ماركه فخمه جدا حاجه محترمه جدا يعني. فعامه انا هسيب لكم لينك شراء السماعه دي موجود في صندوق الوصف او اول كومنت، هي موجوده طبعا يا جماعه في امازون بقى انجلترا وامريكا والسعوديه والامارات، بس مش موجوده طبعا في مصر خالص ولا في اي امازون مصر خالص، فيعني لو حد حاببها وليه حد بره يقدر بقى ايه يجيبها عن طريق خلاله، يعني انك لو جبتها شحن طبعا هتتعور فيها جامد جدا وسعرها هيعدي يعني. وبس يا جماعه دي كانت حلقه النهارده، اتمنى ما اكونش نسيت حاجه، وكالعاده لو انت عندك اي سؤال او استفسار ما تترددش تسيبولي في الكومنتات، وهتواصل مع كل الناس، وبس كده يا شباب، يلا سلام.